معركة اليمن معركتنا، ثورة اليمن ثورتنا. ثورة قامت يوم 26 سبتمبر، يوم 27 سبتمبر الملك سعود كان عنده حالة هستيريا وبدأ يبعت السلاح إلى نجران وإلى جيزان. الشعب العربي في المملكة السعودية، الشعب العربي عليه مسؤوليات. هم سموه المملكة السعودية، هو ما سماش نفسه المملكة السعودية، هو في الجزيرة العربية طول عمره نجد والحجاز، ولكن الشعب العربي هل يقبل أن يرفع السلاح ضد الثورة؟ ممكن المأجورين بيرفعوا السلاح، ممكن المرتزقة بيرفعوا السلاح، ممكن الراجعين بيرفعوا السلاح، ممكن أصحاب المصالح بيرفعوا السلاح، ولكن الأحرار هل يرفعوا السلاح؟ عندنا خسائر، أنا هقول لكم عدد الخسائر بالكامل، ومن أول يوم لغاية امبارح الخسائر اللي عندنا 136 ضابط وعسكري، الضباط 21، الجنود 115، كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين. قواتنا العربية اللي موجودة في اليمن ستعمل على القضاء على كل عدوان، ثم ستعمل أيضا على القضاء على قواعد العدوان. وما هو قواعد العدوان؟ ما أقصدش أبدا الشعب العربي في السعودية، أقصد قواعد العدوان التي يدبرها ملوك السعودية وأمراء السعودية ضد الثورة اليمنية وضد قواتنا العربية. هل تستطيع الرجعية الحاكمة في السعودية أن تقمع الآمال المشروعة والأحلام الجياشة في صدور الآلاف من شباب شبه الجزيرة العربية؟ أبدا، لن تستطيع الرجعية السعودية أن تحقق ذلك. لاحظنا في السنة الأخيرة تعاون مطلق بين الرجعية العربية وقوى الاستعمار، وإن في تعاون وتضامن بينهم للعمل ضد القومية العربية وقوى الثورة والتحرر العربي. صفقات السلاح المشبوهة التي تستهدف العرب ولا تستهدف عدو العرب، بدليل إن الأسلحة اللي بيديها لبعض العرب هو الذي يعطيها لأعداء العرب. اللي سلح إسرائيل هو اللي بيسلح السعودية، هو اللي بيسلح الدول الرجعية اللي موجودة في المنطقة. الطيارين الانجليز، وانتوا قريتوا اول امبارح كلام عن الطيارين الانجليز، الاتفاق بين السعوديه وبريطانيا على ان بريطانيا تديها طيارين انجليز، وفي طبعا في السعوديه بعثه عسكريه امريكيه، وفي ايضا بعثه عسكريه انجليزيه. انا لا اتصور باي حال من الاحوال تستطيع المملكه السعوديه ان تحارب في فلسطين وفيها قاعده امريكيه وفيها قاعده بريطانيه. تستطيع السعوديه اولا ان تتحرر من القاعدة الأمريكية وتتحرر من القاعدة البريطانية، ثم بعد هذا تتجه إلى تحرير فلسطين. وكل ال ما سعود اتكلمنا عليه قبل كده وعارفين حكايته كلها من أولها لآخرها، و يعني ال والضرب في الميت حرام.